أبرز الأسلحة الغربية لأوكرانيا. نيوبار 1 و2 دبابة قتال رئيسية ألمانية تتمتع بمحرك قوي تتميز عن سابقاتها بدروع قوية وأجهزة حماية من الألغام. جيبارد مدفع ألماني مضاد للطائرات ومزود برادار ومدفعين آليين يمكن استخدامه ضد المقاتلات والطائرات المروحية. تشالنجر دبابة بريطانية تستخدم قذائف تخترق الدروع وأخرى شديدة الانفجار تتميز بقمرة قيادة مضادة للهجمات النووية والكيماوية. هاوتزر مدفعية قادرة على تدمير الهدف حتى مسافة 56 كيلومتراً تستطيع عبور العوائق المائية حتى عمق 1.5 متر. ماردر مركبة مشاة ألمانية من أفضل المركبات القتالية لحلف الناتو توفر حماية كبيرة من القوة النارية لأفراد المركبة. آيريس نظام دفاع جوي ألماني يصل إلى مدى 40 كيلومتراً وارتفاع 20 كيلومتراً مزود برادار يعمل بدوران 360 درجة. هيمارس راجمة صواريخ أمريكية متنقلة يمكنها إطلاق عدة صواريخ دقيقة التوجيه في وقت متزامن. تحمل الراجمة الواحدة 6 صواريخ موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي GPS. باتريوت منظومة دفاع صاروخي أمريكية يستند أساس عملها الدفاع على المدى البعيد تستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلومتراً والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومتراً.